شكرا لك يا رنيم. إذا مشاهدي الكرام، احتفت الأوساط التعليمية أمس الأول في السعودية بانطلاق الدورة الأولى لملتقى التعليم المبكر، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم المبكر للأطفال، وهي المرحلة التأسيسية. هذا الملتقى جاء برعاية من وزير التربية والتعليم سمو الملك الأمير خالد الفيصل، وبحضور الكثير من صناع القرار والكثير من الخبراء والمختصين. احنا حابين نتكلم أكثر عن هذا الملتقى مع ضيفتي في الاستوديو، وهي الأستاذة هدى العمودي أو هدى محمد العمودي، المشرف العام على ملتقى التعليم المبكر. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا بك. حياك الله، نورتينا. منورة فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. بداية يعني خلينا نتكلم كده زي ما بيقولوا from A، من البداية تماما. إيش المقصود بالتعليم المبكر؟ التعليم المبكر يختص بتعليم الأطفال ما بين 3 سنوات إلى 8 سنوات. تمام. وهذه الفئة من الأطفال غير مركز عليها، وكانت مهمشة لوقت جدا طويل، مو بس عندنا، في المنطقة بصفة عامة. وكمان مهم جدا التعليم المبكر. أنا دخلت مع نفسي. لا بالعكس بالعكس، تفضلي. التعليم المبكر جدا مهم في هذه الفئة العمرية، لأنه الفترة التأسيسية لجميع من المهارات اللي الطفل بتعلمها، لأن هي المرحلة الصدى، هذا المرحلة يمكن الأساسية اللي الطفل أكثر شيء بيلقط فيها، فمهم تأسيسه صح. يمكن هذه بتأثر على باقي المراحل. صحيح. مو بس فقط تعليميا، كمان في مهارات كثيرة لازم الطفل يتعلمها في هذه المرحلة. تمام. يعني مثلا بدنيا، اجتماعيا، عاطفيا، وهذه المهارات كلها بتعلمها في هذه الفئة العمرية. وفي دراسات أثبتت أنه كل ما الطفل يكون بيتعرض لتجارب أكثر، ويكون في احتكاك مع أطفال تانيين ومجتمع يخليه يتدرب على مهارات. تمام. تساعده أنه تأثر عليه إيجابيا في المستقبل. طب إيش اللي تهدفه لإيصاله في هذا الملتقى؟ أول شيء في دراسات كثيرة أجريت وإحصاءات، أهمها إحصائيات من OECD، أنه تقريبا عندنا في المنطقة actually في السعودية 12% من أطفالنا بس بيروحوا الحضانات، وأقل من هذه النسبة بنسبة بسيطة. مقارنة أنه الحضانات يعني إلى الآن برضو عليها بعض الحضانات عليها بعض المآخذ برضو في مستوى التعليم. في فجوة كبيرة في الماركت، ونحتاج أنه نبني أكثر، وهذا صحيح. كان توجه الوزارة. في مرحلة من المراحل الوزارة كانوا بيبنوا حضانتين في اليوم الواحد، بيحاولوا يوصلوا التعليم للمناطق اللي في القرى، في المناطق اللي يحتاجوا التعليم يكون موجود فيهم، لأنه يحتاج يكونوا في بيئة آمنة للأطفال. قلتي كلمة مرة مهمة بداية الحديث، قلتي أنه التعليم المبكر مهمش لفترة صحيح. طويلة، يعني في قصور في هذا الجانب، ليش؟ طب وجهة نظرك؟ أول شيء أشوف من لما نتكلم على تعليم وفي أطفال، في أكثر من جهة مسؤولة. نتكلم على مستوى العائلي، الأب والأم. نتكلم على مستوى المجتمع، الأهل مثلا على صفة أكبر. نتكلم على المعلمين، نتكلم على المدرسة، نتكلم على أكثر من جهة. الوزارة تكون جزء منها، وكمان رجال الأعمال، كل الجهات، أي شيء يعني في كل الجهات المسؤولة على الطفل، يعني تؤثر إيذر إيجابيا أو سلبيا. تمام. هذول الجهات اللي إحنا حاولنا نحتويهم في الملتقى عندنا. والحمد لله كان الملتقى هدف من الأهداف الأساسية اللي عندنا نشر الوعي. لو وصلنا للآباء ونشرنا الوعي عندهم أنه مهم جدا في هذه المرحلة العمرية أن الأطفال يكونوا موجودين في هذه البيئة، مو بس يستفيدوا علميا، كل المهارات الثانية وكل الأشياء، كل المهارات اللي مفروض يتأسسوا فيها يعني صح من هم أطفال، لازم يكونوا يتعلموها. لأنه حيكون صعب جدا أن طفل ما عمره دخل مدرسة ويروح أولى ابتدائي، و12% منهم اللي حيكونوا دخلوا حضانة. فعلا أنا يعني بلاحظ أنه في فجوة كبيرة، أنه الطفل عمره ما مسك قلم فجأة يدخل سنة أولى ابتدائي، وهذه حقيقة يعني كانت معاناة لدى الكثير من يعني يمكن الجيل السابق كان برضو نفس الحكاية، أنه دخلوا المدرسة أولى ابتدائي وما كان ديك الجودة. حضرتك قلتي حاجة برضو مهمة، رفع مستوى الوعي، مستوى الوعي بأهمية جودة التعليم في المراحل التأسيسية. صحيح. كيف يمكن لنا أن نقيس جودة التعليم؟ جودة التعليم
تقاس باحتكاك الطفل في البيئة التعليمية. تمام. وهذه البيئة التعليمية تتكون من المدرسين والمدرسات اللي هم بيدرسوهم، المناهج اللي بتعلموها، المشرفة أو المدير المسؤولة في المدرسة كيف هي بتدير وكيف تخلق البيئة الصحيحة للأطفال. فلو أخذنا كل جزء من هذه الأجزاء، وكمان 40% من وقت الطفل يكون في المدرسة، باقي الوقت بيكون في البيت كمان. صحيح. البيت له تأثير كمان مهم للأطفال. ما هو الطفل بيكون بين البيت المدرسة وبينام. صحيح. وكمان الأصحاب، يعني بس هذه على مرحلة ثانية. في المدرسة. صحيح. طيب يعني ندخل شوية نتكلم على المشاركين. طيب. في هذا الملتقى، وتالي كانت في ورش عمل. صحيح. عن هذا الجانب. أول شيء المشاركين كانوا يعني حاولنا إنه بس مو بس نجيب تجارب خارجية، نجيب تجارب محلية، لأنه في كثير من الجامعات مركزة إنه يعملوا دراسات بمناهج أجنبية ومدارس من مناهج من بلدان أخرى. فكان جدا مهم إنه نسمع هذه الدراسات، فجبنا محاضرين من جامعات، جبنا متحدثين من خارج المملكة، من الإمارات، جبنا من أمريكا، جبنا من فنلندا. حاولنا نثري الملتقى بجهات مختلفة من مناطق مختلفة عشان المعلم أو الشخص الحاضر عندنا يكون مستفيد أكثر ويكون على وعي أكثر. وبالنسبة لورش العمل كان هذه خدمة اجتماعية إحنا عملناها، يعني قعدنا يمكن أكثر من 7 لـ 8 شهور إنه عشان to make sure إنه المعلمات اللي يحضروا يلاقوا ورش عمل تساعدهم. فدربنا أكثر من 400 معلمة في اليوم الواحد. طيب إحنا في آخر سؤال واختصار، يعني التغيير، إحنا الآن بنبحث على التغيير، من أين يبدأ رقم واحد ومن المسؤول؟ صعب تحطي جهة واحدة. هو مجتمع كامل، هو الجهات المسؤولة، سواء كان من الوزارات، سواء كان من الأهل، سواء كان من المجتمع، سواء كان من المدرسة. تمام. فعندنا في الملتقى حاولنا نجمع كل هذه الفئات تكون موجودة عندنا، ونناقش ونطرح كل التجارب ونطرح كل هذه المشاكل. يعني واحدة من الورشات كانت، واحدة من المحاضرات كانت على كيف تحمي طفلك من التحرش، فكانت غير مو بس موجه للأم، موجه لكل فئات المجتمع. فلما هذه، إذا كان الملتقى مصغر للمجتمع، فهذه هي لازم كل الجهات توصل لها الخبر. صحيح. والوعي. نشكر تواجدك أستاذة هدى، وكل التوفيق لكم بإذن الله. الله يسلمك. تسلمي. شكرا.